بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو اللقاء يتجدد بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مع الدكتور عبد القادر المصري. نتحاور، نتناقش، نتبادل الآراء، نبدي النصيحة، نحاول أن نأتي بكل ما هو جديد في عالم الطب في كل التخصصات، لا سيما في تخصصنا اللي هو أمراض السكري والتغذية والغدد. أولا بدي أنا أتقدم بكل يعني نعتذر لكم ونتأسف جدا بأن ما نستطيعش أن احنا نجيب على كل الرسائل، لأن عد الرسائل عدد مأهول جدا كبير جدا. في كل حلقة نستقبل أكثر من 400 رسالة. أيضا ما نقدرش أن احنا نستوعب كل المكالمات، لأن وقت البرنامج محدود جدا والوقت والبرنامج عليه عدد يعني مكالمات كبير جدا، لأن وصلتني أكثر من شكوى يبعثوا لي فيها على الخاص يقولوا لي والله دكتور احنا راه ما حصلناش، نقعدوا على التليفون واقفين على التليفون فترة طويلة وما نحصلوش الخط، والخط ما نحصلوش إلا بالسيف، أو نتصل ونلقوا فيه مشغول أو ما إلى ذلك. لكن أنا سأحاول بإذن الله تعالى أجيب على أكبر عدد من الرسائل، نجمعها في مجموعات ونحاول أن نوظفها توظيف صحيح، ونحاول أن نطلع بروس أقلام يعني في المواضيع عادية اللي يسأل عليها الناس ونجاوب عليها. طبعا ما ننساش اتصالاتكم على الموزع الصوتي الظاهر على الشاشة الآن أو عبر الرسائل النصية 092-121-1966. حاولت من بداية برنامج رمضان أنني بنتكلم على فوائد الصيام ونطلع من موضوع السكر وموضوع الأمراض المزمنة والمواضيع دي، لكن للأسف ما قدرتش لأن حاجة الناس كبيرة جدا والناس محتاجة. وإن دل على شيء دل على أن هناك ثقافة في المجتمع أصبحت تترسخ في المجتمع بأن الناس بتبحث على مرضها، تبحث عليه شنو هو المرض متاعها، ما هو الذي يعني الأشياء اللي هي تسبب في مضاعفات خطيرة من جراء عدم أو من جراء اللي هو يعني سلك مسلك صعب جدا في عملية العلاج أو عدم أخذ العلاج، الغذاء الضار، الغذاء النافع. يعني بالعامي زي ما تعودنا احنا نتكلموا بالعامي باش يفهم كل المجتمع، يعني بدنا نقرأ في الكتالوج بتاع جسمنا، يعني الله عز وجل خلقنا وعطانا كتالوج للجسم كيف تتعامل مع الجسم هدايا، الكلى شن تبي، كبد شن تبي، الكذا شن تبي. فكنت بيتكلم عليه فوائد الصيام لكن ما استطعت كل أمانة. أيضا هناك موضوع آخر مهم حنتكلم عليه بس بعد ما ناخد أول اتصال، لأن لي وقت ينتظر. من معي؟ قلت لي هبة، ناخده هبة الأولى صح؟ أعطيني هبة. هبة تفضلي يا هبة. هاي مرحبتين بك. أهلا وسهلا يا هبة بك، تفضلي. مرحبتين. باه الحمد لله. أول شيء نبيك تعطي نصيحة لماما اللي قاعدة تسمع فيك. ما نسمعش فيك يا هبة، قلت الإمكان في تغطية يا أختي. هيك تسمع فيك كويس؟ يا أورايت، نسمع فيك إيه. تمام. نبيك تعطي نصيحة لماما اللي قاعدة تسمع فيك اللي تشبح في سكرها كويس، طبعًا سكرها كان تراكم من 12 حاليًا 6. ما نسمعش فيك كويس. هيثم ما زال تمام، هيك تسمع فيها. نسمع فيك تقولي السلام عليكم، نسمع فيك متى لما تسترسلي في الحديث يبدا الصوت مش واضح. تمام. دكتور قلت لك ماما سكرها تراكمي كان 13. سكرها من 2013؟ لا، التراكم تراكمي كان 13. تراكمي كان 13 با حاليا 6 كويس، فيري جود با. تمام. لكن وسكرها وهي صايمه 70-75. شنو تاخذ في علاج وقديش لها عندها السكر؟ تاخذ في 850-50 50 على 850 قال بزمت. ايه حبة واحدة بس بعد الفطور. بعد الفطور بس حبة واحدة. ايه وبعد ما هي بعد ما تفطر سكرها في 120-125 مازال. اتس فيري جود، ممتاز. شن تبي مازال؟ ما شاء الله ممتاز. المشكلة متاعها انه هي تاكل في الحلو بشراهة. هذا مش ممتاز. هذا اللي قاعدين نقولولها فيه، تقول انه انا سكري معدل. لا مش هيك الكلام، خليها تسمع الكلام اللي نقولها فيه. يعني اليوم معدل غضوة مش معدل. تمام. هي السكر حاليا، السكريات والحلويات من الاشياء اللي هي ترفع في السكر،
من الأشياء المضادة للسكر، معناها إحنا مازال مش فاهمين مرضنا كيف نتعاملوا معاه، نحتاج إلى استعداد نفسي بدأ يعني ذهني كيف إن أنا نتعامل مع المرض بتاعي، كيف إن هذه الشهوات اللي أنا قاعدة مش قادر ندير كنترول عليها كيف نستطيع إن أنا أدير هذه الشهوات زي ما نبي. أنا ما قلناش إحنا all or none فينومنا زي ما قلنا إحنا، يعني يا رومي يا نكسر قرنا زي ما نقولوا إحنا بالعامي، يا ما ناكلوش بكل يا ناكلوا بشراها. سددوا وقاربوا، يعني مريرة جت حاجة حلوة في الطريق وجت في الخاطر فيها وكرنا الله مبارك، لكن نقعدوا كل يوم ناكلوا في حلو بشراها، حالحبة 50 على 150 حتولي مرتين، والتراقب الستة حيولي سبعة، والسبعة حيولي ثمانية، ونرجع للطلطاز زي ما كنا. وبالتالي هذاك الوقت العلاج بتاعنا مش حيكون ميسر ومساهل زي قبل، لأن مش كل مرة تسلم الجرة. هذاك الوقت نبدو احنا نبو يباري ويبرى واثنين وثلاثة وأربعة، ونخشوا في مضاعفات أخرى. ولهذا لازم تعرف إن يعني إن يعني ال ال كل حاجة إيد واحدة ما تصفقش، ولازم إن البني آدم يساعد طبيب، مش كل شيء من الطبيب. الطبيب ما عندهش عصا سحرية يقول لك، بيقول لك واحد اثنين ثلاثة تديريه، وإذا كان ما درتيش شيء عرفنا كيف حيحدث واحد اثنين ثلاثة. فلازم تنظم نفسها، مش تاكل حلو بشراها، ما يجيش الكلام هذا. هي مع السلامة بنتي، في رعاية الله يا بنيتي، مع السلامة. هي إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. أهلين وعليك السلام إبراهيم، تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. فيك بارك الله. دكتور الناس اللي قد مثلا لو حد يتابع في نظام الكهرباء، اي هذه هل من الضروري تكون جرعات القاعد مساوية للإسماد السريع، وهذا مش ضروري؟ وال هذا موضوع، هذا موضوع واسع كبير، كارب كاونتينج، وانا هذا اعطيته في عده محاضرات في عده مؤتمرات سواء داخل وخارج ليبيا. موضوع هذا مهم جدا واسع. يس انت تحتاج لسريع لحسب مواكل باهي، لكن دائما وابدا الاساس متاعك لازم يكون القاعده متاعك اساسا ممتاز وقوي. يعني ما يجيش انك انت والله تاخذ مثلا في الفطور مثلا 16 والغداء 16 والعشاء 16، بتجي تقولي والله بناخذ 10 15 20 من القاعده، معناه احنا بانيين سبع ادوار على اساس دور واحد، لازم يكون القاعده كميه كبيره. لكن مش بالضروره يا ابراهيم ان يكونوا متساويين 100 100، يعني ممكن واحد منهم يطلع الثاني نتيجه الاحتياج الزايد اللي نحتاجوه احنا نتيجه زياده في الاكل، اتس اوكي اتس فاين. لكن مش مهم ان احنا يعني ان يكونوا 100 100 معناها لازم يوم لا انا تو اخذت 16 واحتجت لي 20، لا كيف ناخذ كان اخذت 20 بيولوا اربعه بعد تالي فرق على القاعده، ما يصيرش منها، لا خذ ال 20 وخلي الفرق الاربعه يصير عادي. الناس فهمتها غلط مني، احنا فهمنا من الاساس البيس ان لازم لما نعطوا السريع سواء كان هذا هو اللي السريع هدايا او البطيء هدايا، البطيء هذا هو الاساس اللي نبني عليه، معناها بنبني البطيء السريع بنبنيه على البطيء، لازم يكون هذا غليظ وكويس يتحمل البني اللي فوق منه، فهمت؟ اما احنا شو نديره في اغلب الاحيان؟ نعطوا جرعات كبيره البريميل زيدوميا اللي قبل الاكل، وبالتالي نعطوا في الرصاصي او البيز الرصاصي او الفسفوري او اي واحد فيهم نعطوا في غير يعني كافي. فمعلش تنازلت شوي ينقص. ايه انا البارح بعد السحور كان السكر 75 باهي، اي هذا قصدي بعد التراويح بالضبط. نعم السكر 75 بعد السحور ولا بعد التراويح؟ لا بعد التراويح. طيب بعد التراويح اي المهم شكلت شوي خبزه، معناها ممكن بتاعت 20 جرام انت باهي. ما تقتلش روحك بالشر يا بابا. اسمع شو صار بعدين يا دكتور. قلت مع الساعه 1:30 الليل ايه لقيتها 338. اي في حاجه غلط درتها. قد علم الخبزه ولا شنو ولا مقاعد شوي مرات لا مرات مزوز مرات اكل انسولين مرات عرفت كيف حتى ستريس اللي يصير احيانا تعرضت لستريس تعرضت لضغط نفسي او انك انت كليت زايد او انك انت مثلا هذا كله يعني لما يصير هي موضوع معقد شويه واسع كبير لما توسعوا له. خذ ركبي وتواصل معي تو هذا رزقي كانت تو نبعتك نبعتك محاضره عليه حساب النشويات وكيفيه اخذ الانسولين، نعطيك محاضره عاميه للعوام هي باهي، نعطيك تقراها ان شاء الله باهي تستفيد منها هلبة. من معي فيروز، تفضلي يا فيروز. مش هنلحق على موضوع حلقتي اليوم نفس الشيء. هاي تفضلي يا فيروز.
فيروز تفضلي. السلام عليكم. جهزي نفسك فيروز ديما المكالمة واختصري قدر المستطاع. هاي تفضلي. ماشي دكتور. أنا مريضة سكر عندي تقريبا سنة ونير. أوكي. بداية سكري كان تراكم نتاعي 5. بداية سكري كم عمرك يا فيروز؟ إيه؟ كم عمرك؟ عمري 45. ديما اتفقنا العمر والوزن قداش لينا عندنا السكر ديما ثلاث حاجات والتراكم قداش؟ نعم. والعادي السكر العادي يوصل 190-170. هلبة. إيه. بعد درت قراءة أسبوع بعدين أعطاني الدكتور ميتفورمين 500. إي. 500. ايه مستمر راجع مع الدكتور يعطي فيها ميتفورمين بس مستمر عليه 500. والتراكمي الأخير قداش؟ حاليا تو تراكمي درته في رمضان 5.9. يعني 6 إذا كان صحيح التراكمي كويس، لكن إذا كانت بعد بعد الوجبات 190-170 أو تلقى في سكرك 170 معناها التراكمي مش مزبوط غير صحيح، لأن التراكمي إحنا هو متوسط السكر خلال 3 شهور، يعني متوسط السكر لما بنجي بنعطيك التراكمي بتاعك 5.9 يا بنيتي 5.9 في البداية لما نحوله يطلع متوسط السكر 120، يعني متوسط السكر 120 معناها انت لازم يكون سكر متوسطه 120 او التراكمي غير صحيح، فهمتي؟ لا هذا في البدايه دكتور، في البدايه لما اكتشفت ان عندي سكر. انا تو اتكلم، انا اتكلم تو يا فيروز، انت تو سكرك قديش تلقي فيه؟ تو حاليا نلقى فيه 140-130. كويس 140-130 معناها متوسط سكر، معناها التراكمي 6.5 المفروض يكون 6.5 يعني 6.5-7. ديري تراكم جديد ودير قياس السكر قبل وبعد كل وجبه، وبعدين ابعث يومي نشوفه ونرد عليك ان شاء الله. باهي فيروز باهي ندي رقمك دكتور معلش تو يعطوك. حاضر رسائل ابعث لي رساله بالله عليك مش باتصال مباشر، الاتصال المباشر ما عادش بنلحق عليه بكل خلاص بنيتي. باهي ماشي رسائل. ها اعطيك تليفوني. وفاء من جميل تفضلي. وفاء نعم دكتور مرحبتين بك يا وفاء تفضلي. كيف حالك؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة بخير يا أختي تفضلي. دكتورة أنا عندي أمي طبعا فيها سكر من 2003. أي باهي وطبعا ديما عالي ديما عالي باستمرار، التراكمي يوصل في 13 في 14 عالي. لازم تشوف دكتور سكر، شوف طبيب سكر. لازم أنت ومتابعه عند الدكتور هيتم. ممتاز هيتم نعرف ولدي هذا تلميذي يعني ما شاء الله عليه بصراحة، يعني متابعين عنده وممكن الأمور تمام التمام. أي بس مشكلة أمي شنو يصير لها هبوط؟ توا قبل رمضان كان تراكمي 9 وندلي عند 7. حولها الأقلام هيتم ولا؟ لا والله قاعدين ناخذ في الأنسولين بس أعطاها مية مع ال 30-70 أعطاها مية. توا جرعات رمضان لا 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 ما يمشيش الحال، ما يمشيش الحال ما دام وصلت تراكمي 13 باين معناها لازم السريع بروحها والبطيء بروحها وفوتين مكستارد، لأن المكستارد مش حيخدم أغلب الليبيين، هذه مشكلة يعني. هذا علاش السكر مش معدل وهذا علاش عنده هبوط وارتفاع. باهي وارجعي لي هيثم وقول له قال لي دكتور عبد القادر المصري حولي على السريع والبطيء، هو ولدي تلميذي ومجتهد وما شاء الله عليه من اشطر دكاتره السكر في البلاد، هذه امانه يعني اقولها لك يعني. اي استفسار دكتور، يعني هي تو المرات لما يبدا سكرها 200 اعراض هبوط عندها، لما نديرها تحليل نلقى 200 يعني معناها 200 معناها في حاجه غلط يا بنيتي. تبي نشوفك انا حاضر نشوفك، تبي نشوفك هيت نشوفك، ما نقدرش نعطيك اي نصيحه على التلفزيون ما لم نشوف المريض ونكشف عليه ونديروا تحاليل ونديروا كل شيء، ما نقدرش. انا ممكن الحاجه اللي غلط نقول لك هذه غلط كيف تتصلح نقول لك كيف تتصلح، لكن ما نقدرش نعطيك مانجمنت كامله انا على التلفزيون ما يجيش منها بنتي. باي بارك الله فيك. انا نكملوا على الاجراءات يعني تو نكمل الاجراءات اعتمد الدكتور اللي بعد العيد كملوا تواصلي معي اعطيك رقمي تواصلي معي وانا ابعث لك الواتساب بتاعي، ابعثي لي اللي نطلب منك على الواتساب ونساعدك ان شاء الله. باي يا ريت الله بارك الله فيك. هي هيثم بعدها طول علي. هي علي تفضل يا علي. هيثم اعطيني 5 دقائق في الاخير بالله عليك السلام عليكم. فيه مهم جدا. ايوه يا علي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله مرحبتين بك دكتور. نهار طيب سلا. نهار كاتي يا ابو اخوي تفضل. نهارك مبارك سلا سلا. تفضل علي استرسل شويه خف شويه ان في طابور هلبه مكالمات وراك. دكتور بارك الله فيك. دكتور انا عندي سكر من 2019
من 2019 سكر. طيب ايه تراكمي اخر مرة 8 ان شاء الله، 8 التراكمي. والسكر العادي نلقى فيه عالي بعد الوجبة ان شاء الله، ديما نلقى فيه عالي. ايه معناها ما عاد مش معدل السكر، يبي تعديل. شو تاخذ في علاج؟ ناخذ في الانيرال 6 ملي، وناخذ في 8 5 مرتين في اليوم. اما انا 6 ملي سمعتني شو قلت عليه في اكثر من حلقة، يعني قلت هذا يحلب البنكرياس حلب باير. واذا اشتغل في الثاني متفورمين؟ 850 مرتين في اليوم. ما يصيرلكش هبوطه؟ والله احيانا يصير لي هبوط ان شاء الله. طبعا 6 ملي بتدير هبوط اكيد، هذا انا سالتك كان يصيرلكش هبوط باير. تبي تعديل علاجك؟ تبي تعديل؟ كيف ندير ان شاء الله دكتور؟ ان شاء الله انا غير مقتنع بال 6 ملي انك تنعطالك باير، يبي تعديل. وين فيري كومن يعطوا فيه في ليبيا للاسف، يعني لاماريل. انا لاماريل ما عادش نخدم به، يعني نخدم شويه في جدد، في علاجات جديده، في امور حديثه لها يعني شغل كبير، وتشتغل على اكثر من مكان. لاماريل يخدم على مكان واحد، يزيد في فراز الانسولين، في ادويه جديده تخدم على البنكرياس، وتخدم على الكلى، وتخدم على هرمون جلوكوجون، وتخدم على الكبد، يعني تخدم على اكثر من مكان. تواصل معي. والله يا دكتور حتى المتفرمين التعب في المعده متاعي شويه. تواصل معي، تواصل معي. هو ممكن كل المكالمات يبوا التواصل معي للاسف، يعني لان اغلب الناس بهالوضع اللي احنا شايفينه. حاضر حاضر حاضر، كيف نتواصل معك ان شاء الله؟ اعطيني اللي بعده، تواصل معي. هي بالسلامة. اللي بعده هي تمية عاصم. هي تفضلي يا عاصم. هي مرحبتين بك. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. مرحبتين بك. مرحبتين بك يا عاصم، تفضل. والله يا دكتور انا عندي سكر بايل لفترة. قديش ليه؟ لي اكثر من 3 سنين يعني. 3 years. كم عمرك؟ ايه 62. اوكي، قديش تراكمي الاخير؟ تراكمي 6. 6 با مطلوب؟ اخر شيء جينوميت. جينوميت 50 على 1000 ولا 50 في 500؟ 50 على 1000. 50 على 1000، قديش مرة؟ ناخذ فيه مرتين. مرتين، سكر معدل كويس. السكر والله 100 100 يعني على تو الحق. السؤال شنو هو يا عاصم؟ لكن الضعف علبه يعني ضعفت ضعفت يعني ضعفت معناه ضعفت معناه 50 على 1000 قاعد تنقص فيك، وضعفت سببين. السبب الضعف سبب نفسي الاول، السبب نفسي انك انت خايف من الحلويات وخايف من السكر وخايف من النشويات، ما عادش تاكل فيه مؤخر التالي. والسبب الثاني هو الحبه نفسها 50 على 1000 احيانا تنقص في الوزن، فهمت؟ ديما تنقص الوزن من حبه حوالي 10 15%، و85 90% هو نتيجه الاكل، نتيجه الخوف من الغذاء، الخوف من الغذاء. ولهذا احنا موضوع النفسي عند مرضى السكر، عرفتني كيف؟ يعني موضوع مهم جدا، مهم جدا جدا. يعني انا كيف كنت نتكلم عليه بحث جديد عليه على 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 ان مرضى السكري في وقت معين من عمرهم يعانون من حوالي 40% يعانوا من مشاكل، يعني مشكله نفسيه، يعني عرفتني؟ فهذا علاش احنا لازم نتكلموا عليه، ناخذوها باكج كامل يعني. نعم قصدي حتى الدكتور الين. نعم اوكي تمام تمام. عاصم عاصم كان في اي حاجه تواصل معي باذن الله تعالى، ما تنسوش. يا ريت والله نبي رقمك والله نبي نتصل. حاضر حاضر 02. حاضر يا عاصم، حاضر في رعايه الله يا عاصم، بارك الله فيك. 092 121 1966، 092 121 1966، رسائل نصيه وليس اتصال. الرد نعطي ان امكن، يعني عندي واتساب متاعي اللي هو 092 561 54 15، هذا متاع السكرتيره متاعي او الممرضه متاعي. وعندي واتساب ثاني 092 121 1966، حتى وترد عليه نفس الشيء سكرتيره. عندي الواتساب متاعي الخاص هدايا، انا بعته لكم لان هذا خاص متاعي، رقم خاص. ماشي فماشي. خالد تفضل يا خالد. تفضل يا خالد، مرحبتين بيك يا خالد. شنو ورا؟ اهلين، كيف حالك؟ الحمد لله. قلت له انا عندي سكر بتاع خلع. سكر خلع؟ اي ما فيش سكر خلع. إيه؟ لكن اي خلينا نمشي معك. اي باي بنمشي معك. اي با تفضل. خلاص مره عندي راجل. قديش لي عندك سكر يا خالد؟ والله نبدا لي ما اسمعش فيا. هاي تمرة سنتين عندك سكر. ايه باه قداش تراكم اخر واحد؟
والله يا اخي الواحد تاخذ 6.1. باش كيف مش منتظم مالها؟ هاو 6.1 كويس تراكمي. ايه داحي قلت لك يجي فيه في الحوش قبل الفطور. ايه يطلع 111. باهي كويس انت تبي ممتاز. علاش تقول مش علاش تقول مره مره يرقى مالك قلت انت؟ ايه يا قلبي هذا انا طب في الباميه قبل الفطور. ما دام سكرك ما دام سكرك كويس امورك طيبه يا خالد استمر على نفس علاجك. علاش يعني هو نفس العلاج تاخذه ما دام السكر كويس. خليني اعطيني نقطتين بس والله في عندك مكالمه تبي المكالمه دخلها لولا اعطيني ايه هاي ايه واعطيني شويه نستريح من المكالمات بكلمتين بنقوله. ايوه ايه تفضلي مرحبتين بك. السلام عليكم دكتور. انا عندي سكر لي 16 سنه يعني تقدر تقول من 2009. لك تمام. انت يا ايه لك انت ولا لامك ولا ابوك؟ لا لا لي انا. لك انت 16 سنه كم عمرك يا ايه؟ 20 تو. يعني مني عمرك 4 سنوات عندك السكر تايب 1 هذايا اوكي؟ لا 6 مش تايب 1. خليني احكي لك القصه. به تفضلي قصتك. تم تشخيصه في الخارج انه مودي تايب. مودي اوكي طيب ايه تمام. كنت ناخذ في اميرال ومشيت اموري كويسه. بعد ما روحت لليبيا الوضع الاجتماعي وغيره والاكل تغير ففرضوا علي اني ناخذ اداري لان كان تراكمي زاد زعال. انا قبل لما كنت لان مودي انت إيه؟ قلتي مش تايب 1 لان مودي إيه؟ مودي توا الان ياخذ بالتايب 1 وتايب 2 والزوز عمر صارت إيه؟ حموضه بنتي. لا لا في حياتي لا. باه طيب نسمع فيك. فالقصه توا شني ان تراكمي بعد محاولتي الاداري ديما عالي يمكن اكثر مره نزل فيها اللي هي 7.8 قبل رمضان هذا. بنتي لازم نعم. تتواصلي معي انا نعرف المودي كيف نتفاهم نتعامل معاه باي تمام وانا باذن الله. انا تشوفي يا بنتي بعد خبره السنوات اكثر من 30 سنه في المجال هذا في التخصص ادركت بان المودي يتحول الى تايب 1 في النهايه حتى وان كان المريض لم يصاب باي حموضه في اي وقت في عمره وان المودي هدايا لي علاج معين لازم نعطوه كومباينيشن ثيرابي اللي هو نعطوه اورال ونعطوه انسولين مع بعضهم ولازم نبدو بالانسولين as soon as possible يعني باسرع ما يمكن نبدو بالانسولين. ثاني حاجه المودي لا يمكن ينعطى للامارين هذا وجهه نظري انا هذا اجتهاداتي انا الشخصيه الامارين ما ينعطالهاش ينعطى للنيو جينيريشنز بتاع دواوات السكر الجديده اللي كيف طالعه توا هي اللي يعطوه المودي اللي هو الاس جي تي 1 زي الجارديانز وزي الفورسيجا وزي المجموعه دي الدابا والامبا ولا مجموعه دومايا يعطوا في اللانتوس لي او يعطوا او يعطوا جي ال بي 1 اللي هم زي الـ زي الـ زي الليراجلوتايد وزي هذوما الجدد اللي طلعوا تو الترولسيتي والاوزمبيك اذا كان في وزن زايد طبعا باهي اذا كان في وزن زايد تمام. حاجه اخيره دكتور هو انا راهو ناخذ في البرتقالي والرصاصي وناخذ في وحده من الدوايات اللي قلت عليها دي يعني ليا تو قريب مده قرابه. شنو هي الدوايات شنو الدواء اللي تاخذ فيها شنو هو الاورال هو الاسم بالضبط ديجا ليش او حاجه زي كي لونا موفيل باكو مليتو فيكس على الف مليتو فيكس ايه اورايت تواصلي معي بنتي تبي شغل انت تبي تقع ميزه انت تبي تقع ميزه باهي انا عارف كيف اتصرف معك انا عارف كيف يتعامل مع المودي المودي مش سهل يتعامل معاه ومن اصعب انواع السكر التعامل معاه انا عندي المودي التعامل معاه اصعب من النوع الاول اللي كبادي واصعب من البريتل دايبيتس يقول لما يقولوا بريتل انا ما عنديش حاجه اسمها بريتل انا اقول بريتل دكتورز وليس بريتل دايبيتس ما فيش حاجه اسمها سكري هش في دكتور هش ما عرفش يتعامل مع السكر في ممرضه هشه في سيستم هش ما عرفش يتعامل مع المريض اوكي لكن المرض هو نفسه هش اي دون يعني انا لا 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 اؤمن بهذا فهمتي فتواصلي معي ايه تواصلي معي ايه لان فيري كومن اصبح في ليبيا بشكل خيالي بشكل كبير جدا كل يوم في عيادتي نشوف في زوز 3 حالات مودي يوميا 25 سنه جا السكر 18 سنه جا السكر باهي مش تايب 1 باهي مش تايب 2 باهي خاش بيناتهم لغايه الان امريكان دايبيتيك اسوسيشن طلعت في محاضرات حتى تعطي فيها ويعطوا فيها والليس دي يوروبيان سوسايتي دايبيتس قالوا ان في نوع ما بين الزوز
في نوع أول، في نوع ثاني، في نوع واحد واثنين أو واحد ونص، وفي نوع الثالث اليوم تاع الحمل سموه، قالوا تاع الحمل هذا يسموه الثالث رقم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة واحد ونص بيناتهم الزوز، باخذ منهم الزوز. فنرجع للموضوع اللي كنت اللي قلت للجماعة، قلت لهم أعطوني بريك شوية ثلاثة أربعة دقائق نتكلم فيه وبعدين نرجع للاتصالات متاعكم. أنا متأسف يعني الاتصالات يستنوني شوية ماشي. العلاج النفسي مهم جدا، وكيف نعلمه المريض كيف يتعامل مع الهوم كير متاعه، كيف يتعامل مع العلاج في البيت، وكيف يتعامل مع المجتمع اللي حواليه، وكيف يتعامل مع البيئة اللي عايش فيها. واحد البيئة متاعها كلها حلو، كسكسي، رز، مكرونة، ما فيش مكان الهيلتي فود فيه، يعني الأكل الصحي ما فيش، ما عندناش محل ليه، أو إن لو عندنا محل ليه يجي مرحلة يعني مرحلة متخلفة جدا، يعني مرحلة يعني ثنائية، يعني مرحلة متأخرة في البريوريتيز، في الأولويات، سامحوني في الكلمات مرات، في الأولويات اللي هي المفروض إحنا نعيشوا بها. ولهذا مريض السكر الأمراض المزمنة، أنا تو الآن أتمنى إن هذا برنامج طبي مفتوح، لكن أغلب اللي يتصلوا مرضى سكر، أغلب اللي يتصلوا مرضى سكر، لأن الناس هذا يوريك يوضح لك العد الهائل والكبير جدا من مرضى السكر في ليبيا. مرضى السكر الآن فاق 1.25 مليون قريب. أنا نقول لكم ما فيش دراسة، لكن أنا نقول لكم إذا كان مش كل أربعة واحد فيهم عند السكر، وأتليست ربع الشعب الليبي عند السكر. هذا دراسة دارها الليبيان كارديولوجي سوسايتي اللي اسمها منظمة القلب الليبية، قالت 14% مرضى سكر في ليبيا، وقالت 11% مرضى السكر في ليبيا، و14 مرحلة ما قبل السكري. هذه دراسة تقريبا 10 سنين ولا 15 سنة، يعني تول مرحلة ما قبل السكري كلهم أصبحوا سكر، هم الآن أصبح يعني كبيرة، والدكاترة مش قادرين يغطوا عدد مرضى السكر. ولهذا إحنا لازم نحاربوا مرضى السكر، ولهذا عنواني حتى أنا في صفحتي حاربوا مرضى السكري، اللي هو عنوان نفس عنوان American Diabetic Association. عرفت كيف؟ لازم نحاربوا السكر إحنا. كيف نحاربوا؟ نحاربوه بأن إحنا بسكرينينج، بالمسح الشامل في المجتمع، نحاربوه بما نحولوش حالات اللي هي ما قبل السكري إلى سكري، نحاربوه نفسياً. كل علاج نفسي يصبح، ولهذا العلاج النفسي الذي تفتقر لليبيا شدة الافتقار، أو يكاد معدوم هذا التخصص في ليبيا، أو يكاد أنه يعني مش موجود أساسا، لازم أن احنا نتكلم عليه. ولهذا هذه فرصة أن إن شاء الله في الأستاذة ملاك بن جابر متخصصة في العلاج النفسي، طبعا مش طب، يعني ليس طب، في العلاج النفسي السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي ماشي. هذه إن شاء الله حنستضيفها إن شاء الله بإذن الله، وحتعطينا معلومات وتتعفنا بمعلومات إن شاء الله بإذن الله تعالى، نضيفها إلى جعبتنا وجعبة هذا البرنامج إن شاء الله، نستفيد منها استفادة كبيرة، لأن هذا المهم، موضوع مهم جدا يا جماعة. أغلب المرضى اللي نعانوا فيها اللي يتلخبط السكر متاعهم هو مشكلة نفسية. حاضر حاضر، اتصالات. نعم، استرس، استرس النفسي، استرس الحياة. قالت خلعة، ما فيش سكر يجي من خلعة، سكر يجي من الأساسيات. أول حاجة لازم يكون عندك وزن زايد، ثاني حاجة يكون عندك أمك وبوك عندهم السكر، بعدين الخلعة مبنية عليهم الزوز على العوامل. أما خلعة بروحها ما عندك السكر في العيلة، وتنخلع ما تنخلع ما يجيش. خلنا نرجع اتصالات جماعة، قالوا بالله عليك اتصالات لازم ترجعهم. يلا هاي تفضل، هاي أعطيني، هاي سالم، هاي تفضل يا سالم. تفضل سالم، مرحبتين بيك. مساء الخير دكتور. طيب، أهلين يا سالم. سالم من قصر الخير يا دكتور. تفضل يا سالم، مرحبتين بيك. اهلا وسهلا فرج. اهلا وسهلا يا دكتور. عندي ولادي اسمه عبد الخيوم. اي هذا الايام اللي فاتت هيك فتره فاتت جات حراره، ارتفعت حراره. اي كم عمره؟ عمره 5 سنين. 5 سنوات. اي مم ارتفعت الحراره، قال لي للدكتور كتب مضاد حيوي، بعد مضاد حيوي بعد انه بعد ايام قاعد احساس ما تجي عليه دور المياه. اي وين درت التحليل جيت 3.7/6، والعادي جيت 380. بداية سكر حبيبي، بداية سكر، بداية سكر. هذا هو صايم. علاش كيف صار السكر؟ نقول لك كيف صار. أول حاجة
يعتقدوا هو التايب 1 النوع الاول نوع رقم واحد ما فيش واحد يعرف شن سببه، لكن اغلب النظريات تقول انه اوتوميون ديسيز، يعني مرض مناعي، الفيروس اللي جاه والحراره اللي جاته كونت مضادات في الجسم، المضادات في الجسم تلخبطت فركست الكود الجينز نتاعها، الكودز نتاعها تلخبط، مشى البنكرياس قاعد يكسر في خلايا البيتا سيل تفرز في الانسولين، عجزت الخلايا البيتا سيل على افراز الانسولين، تحول المريض الى مريض سكر النوع الاول. وبدورك باللي باري ما هو؟ لا نبدو باللي باري ولا؟ تمام يا دكتور. خذيت لي باري، اعطوك اعطوه باري. اعطوني انا قلت لي دكتور في مستشفى فمار اعطاني القلم البرتقالي. القلم الرصاصي. برتقالي قال يضرب منه ثلاثة الصبح وثلاثة في القايلة وثلاثة في الليل. ورصاصي. اعطاني الرصاصي قال الساعة 11 في الليل يضرب منه أربعة. أربعة شوية. زيد فيها شوي شوية الأربعة باي. كل تاني يوم. ما هو شنو صاير له دكتور؟ عدة مرات يجينا في 68 هبوط صاير له. أورايت. أورايت اسمع. أعطيه رقمي إياه. من خمس انت صح؟ حاضر تعال نساعدك نساعدك حاضر 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 نساعدك حاضر. الله يفتح عليك يا دكتور. يعني الله يفتح عليك. يعني واحد يقول لي قديش بتعطي رقمك انت؟ وقديش بترد؟ لما واحد اثنين ثلاثة أربعة لما اتصلوا بك جي 40 30 مكالمة وكلهم محتاجين إلى تدخل فوري. باهي فبتبعت له لبعيد بتبعت تحوله تعرف وين تبعته؟ أبعت للزملاء قال ما في يافو تعال الجمعة زي بتاع العجلات، نبعت لزميلي مثلا زي بتاع طبرق، نبعت لزميلي في بنغازي او بتاع جدابيه بتاع سبها. يعني الله غالب ما فيش. والقريب بنشوف انا، القريب بنقدر نشوف انا او واحد من زملائي. اعطيني بعد هاي على طول. فتحي تفضل يا فتحي. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام يا فتحي تفضل. دكتور انا عندي تراكمي وصلت 9.5 هلبة هلبة وانا عمري 66 سنه. طيب 66 سنة نعم. والسكر عندي منذ 14 سنة. 14 سنة. شو تاخذ في علاج؟ والحقيقة أنا ناخذ في 70 30 مع 500 حبة 500. زي 70 30 قديش تاخذ؟ ناخذ في 30 و20. 30 و20. أوكي. طيب ناخذه في 30 و20 والتراكمي عالي والسكر عالي. بس عندي عالي اول مره يصير عندي عالي. اول مره تو في رمضان؟ لا قبل رمضان. قبل رمضان درت تحاليل كامله. بس اسمعني نقدر ندير وراي، نقدر ندير وراي راي مؤقت، هو انك تقسم جرعه المكستارد 70 30 الى ثلاث مرات، ديرهم 14 14 14 باهي. تمام 30 تمام. 12 اي ديرهم 16 16 16 او 18 18 18 باهي. فطور 18 فطور 16 عشاء 16 سحور 16 غداء 16. تكلم على افطار انا تو باي. نتكلم على افطار 16 16 16 تاخذ حبه منظم اي ناخذ في 500 خذها ثلاث مرات بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء حتى لا ناخذها ثلاث مرات كفرصه اخيره للمكستارد اخر فرصه للمكستارد. بعدها ما تعدلش السكر بنشوف قياساتك يعني باي. بعدها ما تعدلش السكر بتحول على الاقلام لانك انت واحد من عدد كبير من مرضى ليبيا اللي هم ما مشاش معاهم المخلوط. لكن انا السكر بتاعي مش مرتفع عن التراكمي تو عندي. التراكم منين؟ التراكم منين يجي؟ التراكم تو مفهمك يعني هاي مفهم مالك عمليا يعني تو التراكم بتاعك 9.5 تراكمي ماهوش مرض يا حبيبي راهو التراكمي هو ليس مرض، التراكمي هو متوسط السكر. يعني 9.5 متوسط سكرك ماشي 225 225 متوسط سكرك يعني يا اما متوسط سكرك 225 حقيقة يا اما التراكمي تحليله غلط. لا لا مضبوط 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 كلامك دكتور. خلاص معناه مش معدل السكر. ما فيش انا المريض انا عندي بتقنية حديثة نقدر نقنعه بانه هو شنو الوضع يعني الان كل شيء موجود يعني غير احنا وي نيد تو ابديت اور سيلفز ذات ست يعني اول يعني كل ما نحتاجه ان احنا نتقفوا نفسنا ونتعلموا شنو في جديد باهي دكتور. كل ما في الامر المريض والطبيب راهو والممرض وذا هول سيستم يعني السيستم كله يبي لازم ندير له ابديت كل مره حتى كمبيوتر ولا حتى التليفون كان ما ديرلاش ابديت بعد عام عامين ما عادش يخدم بكل
نفس الشيء ديما يبي تجديد تحديث ماشي، حتى البني ادم يحتاج الى تحديث حتى في حياته الشخصيه. فاحنا يا فتحي العلاج ما مشاش معنا، اذا هذا ادب من ادبيات التغيير اللي تكلمت عليها امس. ادبيات التغيير هو نعرف ان احنا غلطانين، نعرف شنو هو الغلط اللي غلطانين فيه، نصلح الغلطه، هو نستمر على اصلاح الخطا ولا نرجع للخطا مره ثانيه. يعني اربع حاجات لازم نديروها في دوار في حياتك، في نفسك، في حتى في طريقه سواقتك السياره، تعرف وين الغلط. لما درت حادث تعرف انك انت حادث، شيل الغلط بتاعك، طلعت في الاحمر عرفته، ما عادش تطلع في الاحمر، تستمر ما عادش تطلع في الاحمر، وما عادش تعاود تطلع في الاحمر من جديد. نعم، كيف قلت لي ام محمد؟ تفضلي. ايه يا فتحي، غير دواك ثلاث مرات في اليوم في الافطار، كان ما مشاش تواصل معي، باي نشوفك نغيرك الاقلام ان شاء الله. ام شكون؟ ام محمد. تفضلي. أيوة ام محمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، تفضلي يا اختي. معليش دكتور، عندي زوجي عنده سكر تراكمي 7.2، يعني معقول لحد ما. اوكي، يعني متوسط السكر 150 تقريبا. 159. اي نعم. اي طيب. اي اي مش عارف، ما هو ياخذ في علاج القولون وعنده برنامج في القلب شويه هيك، ماني عارف ياخذ علاج السكر ولا عارض يعني تو السن. يا متى كان علاج السكر وياخذ في دواء قلب والسكر بتاعه قاعد عالي؟ احنا اهم شيء قياسات اليوميه اللي في البيت. تراكمي لا يعني لي شيء، ولا عمري شفت التراكمي ولا دورته ولا عدلت عليه. نعدل على التراكمي بعد ما نشوف قياسات الحوش. حتى مريض يجي لي بتراكمي 13 نقول له خلاص حول على جنب، خلينا ناخذ العلاج بتاعنا، خذ هذا العلاج امشي به، قيس لي السكر. ولهذا القياس المنزلي ضروره من ضروريات العلاج. ولهذا المرضى نعلم فيهم انه لا مراجعه معي الا ما يجيب قياسات المنزليه بتاعها، يجيبهم يتفضل، ما يجيبهمش يمشي يقيس ويجي. فالقياسات المنزليه اللي في البيت هي الفيصل بيني وبينك. اذا القياسات كويسه، صايم اقل من 115 120، بعد الماكله اقل من 160، قبل الماكله اقل من 130، اللهم بارك، اكثر من هيك معناها لازم يتعدل العلاج. شنو ياخذ في علاج؟ لا علاج السكر لا ما ياخذش. كيف ما ياخذش؟ ما كيف 7 تراكم ما ياخذش؟ 7 تراكم ما هو عنده سكر. لازم ياخذ علاج، لازم ياخذ منظم للسكر وعلاج، ولازم ياخذ من ادويه جديده الحديثه اللي هي تخدم على القلب، لان الان توا بدون عاش يوافقوا في ادويه جديده للسكر، ما لم تخدم على القلب، ما لم تنقص الوزن، ما لم تخدم على الكلى، ما لم تخدم على الكبد. فبدت الشغل كله بدو بكش كامل، يعطوا الدواء عرفني كيف يخدم عليه السكر ويخدم على اشياء البارامتر الثانيه. ولهذا لازم تكون زوجك يحتاج الى علاج سكر وفي نفس الوقت يخدم على القلب، من هم سنجارد، اليوم جارديانز، الميليتوفكس الرخيص هذا رخص منه لانه ماهوش اصلي لكن كويس ممتاز يشتغل كويس لكن مقلد على الاصلي، فورسيجا، المجموعه دي. ولهذا زوجك لازم ياخذ علاج ولازم يتجه طبيب سكر فورا. اذا تفهمنا احنا في موضوع العلاج النفسي، وقلنا العلاج النفسي هذا ضروري من ضروريات العلاجات اللي هي مريض السكري، كيف تقنع مع شكل حلو، كيف تقنع مع شكل كذا. ان شاء الله باذن الله تعالى يوم السبت ان شاء الله حيكون عندي ضيفة ان شاء الله هنايا باذن الله تعالى، حتكلم عليه العلاج النفسي للامراض المزمنة بصفة عامة، واذا كان في مواضيع اخرى اذا كان في حد عنده اي استفسارات يبعث لي في هذا الصدد، لان لو فتحت الاتصالات حتكون اغلبها على موضوع السكر، وموضوع السكر هو خارج على الموضوع ان شاء الله باذن الله، برغم انه موضوع مهم جدا يعني. فاي حد عنده استفسارات يبعثهم لي عليه 092 121 1960 092 121 1960، وباذن الله نجمعها ونجمع الاسئله للضيفه ونسالوها ان شاء الله. الى اللقاء غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.